نروح لموضوع تاني وهو نتيجة الثانوية العامة. طبعا اللي من دول كل البيوت في مصر مستنية نتيجة الثانوية العامة، والشباب بقى اللي خلصوا امتحانات ركابهم بتخبط، ركابهم سايبة دلوقتي، قاعدين خايفين وقاعدين قلقانين. مرارا وتكرارا نتكلم في الموضوع ده، نقول ان هي مش نهاية المطاف، ورسالتنا لأولياء الأمور ما تضغطوش على أولادكم. خلاص اللي عملوا في الامتحان عملوا، خلاص النتيجة تطلع زي ما تطلع، المهم ان هو يشتغل على نفسه صح. لو ما لحقش الكليه اللي هو كان نفسه فيها ممكن يدخل الكليه اللي مجموعه هيجيبها ويتفوق فيها ويخلص، وبعد ما يخلص ممكن ياخد بقى دبلومات، يدرس في الحاجه اللي هو كان بيحبها، وبكل تاكيد هتفيده بالمناسبه. يعني الكليه اللي هو درسها حتى لو ما كانش دي اهتماماته واختياراته هتفيده في مجال عمله المستقبلي. طبعا الكام ساعه اللي فاتوا في انباء عن انتهاء اعمال المراجعه لنتيجه الثانويه العامه السنه دي، وبدء تجميع النتيجه، وتحديدا بقى ايه قائمه اوائل الثانويه العامه. دايما احنا نعرف ان اوائل الثانويه العامه ودي حاجه بنفخر بيها كلنا بيكونوا من المدارس الحكوميه، وغالبيتهم او الاوائل بيكونوا من البنات كمان. في نفس الوقت سامعين ان نتائج السنه دي ونسب النجاح افضل بكتير من السنه اللي فاتت. عشان نعرف التفاصيل معانا الاستاذ السيد عطاء المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكوميه والمعاهد. يا استاذ سيد مساء الخير عليك. مساء الخير يا محمد، بكل سنه وحضرتك طيب، يا رب يوفق اولادنا جميعا يا رب. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت يعني الطلبه كل واحد بياخد نصيبه، مش نهايه المطاف زي ما حضرتك تفضلت وقلت. يا ريت كل طالب يعرف ان ده نصيب ويركز في اختياره، مش شرط اسم الكليه بقدر ان هو الطالب يختار الكليه اللي هو يقدر يمشي فيها ويقدر موهبته نفسها يقدر يكمل فيها مشوار التعليم يعني. طيب عايزين نطمن الناس في البدايه كده عن نسب النجاح. لا انا تعليم عالي، انا مسؤول عن مكتب التنسيق، انا لسه في انتظار اعلان نتيجه. كان معالي الوزير اتكلم من معالي وزير التربيه والتعليم، كان اتكلم معالي وزير التربيه والتعليم وقال ان نسب النجاح عاليه الحمد لله في بعض المواد. انا بحسب خلاص يعني تم الانتهاء والكتابه والمراجعه. لا احنا لسه دورنا بعد اعلان معالي وزير التربيه والتعليم نتيجه الثانويه العامه، معالي وزير التربيه والتعليم بيبعت بدوره النتيجه لمعالي وزير التعليم العالي، وبعد كده بنقدر نشتغل كمكتب تنسيق على شرائح المجاميع على النتيجه على النتيجه نفسها والمجاميع التكراريه. ده قبل اعلانها؟ لا بعد اعلان النتيجه فاضيه، احنا ما نقدرش نشتغل خالص. احنا طبعا كمكتب تنسيق شغالين في التجهيزات للتنسيق، بس احنا ما نقدرش نعلن اي حاجه ولا نقدر نعمل اي حاجه الا بعد ما تجينا نتيجه الثانويه العامه من وزاره التربيه والتعليم. طيب هل نظام التنسيق السنه دي مختلف؟ ما فيش اي اختلاف في التنسيق، نفس قواعد العام الماضي ونفس الثلاث مراحل ونفس القواعد العام الماضي بالنسبه لشهاده الثانويه العامه، شهادات المعادله، الشهادات الفنيه، كافه الشهادات نفس قواعد العام الماضي. احنا بنطمن الطلبه مفيش تغيير في قواعد التنسيق خالص يعني. طيب ازاي بقى استعد مكتب التنسيق السنه دي لوضع التنسيق في العام الجديد؟ طبعا احنا كمكتب تنسيق شغالين بقالنا 3 شهور استعدادا للموسم الجديد. بنقوم بعمل الادله والموقع التنسيق مراجعته ومراجع مواقع الكليات والادله الاسترشاديه للطلبه، وفي انتظار ومراجعه الموقع التنسيق الالكتروني، كافه الاجراءات اللوجستيه لانتظار النتيجه. مجرد اعلان النتيجه بننتظر لاستلام الطلبه الشهادات من المدارس، لان كل طالب مع الشهاده على رقم السري بتاعه. الرقم السري ده اللي الطالب بيقدر يدخل على موقع التنسيق يسجل رغباته. ده اللي هو رقم الجلوس يعني، ولا ده حاجه وده حاجه؟ لا في رقم جلوس ورقم سري. الرقم الجلوس ده بيبقى طبعا كل الطلبه عارفين، الرقم السري ده حقه الطالب اللي يعرفه بس يعني، هو طالب ولي امره. لا ده احنا بنشوف سري. لا 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 ده احنا بنشوف ما شاء الله ما بقاش رقم سري اصلا. هو للاسف ان في بعض الطلبه بيصور الشهاده بتاعته ويديها لزميله، زميله ده يديها لزميله، يروح مثلا احد في سايبر معين يسلم صوره من الشهاده. فانا من خلال برنامج حضرتك بنصح الطالب ان ده اسمه رقم سري، لان الرقم السري ده الطالب من حقه يقدر يخش في خلال فتره التنسيق اللي هي او خلال المرحله اللي بتستمر لمده 5 ايام، الطالب يقدر يدخل يعدل رغباته اكتر من مره. طيب فلو قبل بس ما ندخل مع حد تمام. تاني يقدر يغير له رغباته. فنصيحه من خلال برنامج حضرتك ان كل طالب الرقم السري ده ما يدوش لاي حد ايا كان. طب ما استاذ سيد ما احنا لازم نعرف ايه السبب اللي بيخليهم يعملوا كده؟ هل مش عارفين يتعاملوا مع الموقع مثلا؟ هل الموقع لا صعب؟ لا بص لا الموقع سهل جدا، واحنا عندنا كمان في كافه الجامعات الحكوميه المصريه
معامل مجهزة لاستقبال الطلبة. لو طالب مش قادر يسجل من بيته أو ما عندوش كمبيوتر شخصي يروح لأقرب جامعة ليه في معامل مجهزة في الجامعات في الجامعات الحكومية. تمام. وموظفين متخصصين يقدروا يساعدوا الطالب في كتابة رغباته. فما فيش عندنا أي مشكلة، المعامل مجهزة فمتخصصين يقدر يساعد الطالب، حتى لو الطالب مش قادر يكتب الرغبات بتاعته يتوجه على أقرب جامعة وفي متخصصين يقدروا يساعدوه في كتابة رغباته لو مش قادر يعني. بس تمام. برضو الطالب من النهاردة اللي عندي إعلان النتيجة إن شاء الله ربنا يوفق الكل، يكون مجهز هو اختياراته عاوز إيه. طيب. يركز في اختياراته يعني. طيب لو هنتكلم عن التوزيع الجغرافي عشان ما يحصلش تكدس أو يكون فيه اغتراب. احنا طبعا التوزيع الجغرافي طبعا بنوزع الطالب عندنا ثلاث مناطق جغرافية، المنطقة ألف اللي هو الطالب حاصل منها على الثانوية العامة. يعني مثلا لو طالب حاصل على الثانوية العامة من منطقة القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة وحلوان، قدامه الثلاث جامعات القاهرة عين شمس حلوان، ده منطقة ألف بالنسبة له يقدر يكتب أي جامعة فيهم. ماشي. بعد كده منطقة ب الجامعات القريبة من محيط القاهرة الكبرى، وبعد منطقة جيم يقدر يخسب كل الكليات على مستوى الجمهورية. ده نظام تنظيمي للطالب عشان نقدر نقلل اغتراب الطالب، بدل عنده جامعة في منطقته ما يروحش جامعة تانية بدل تمحيطه جامعة وفيها جميع الكليات عموما يعني. طيب ده جميل. أنا سمعت إن الطلبة بدأت تتقدم دلوقتي لاختبارات القدرات. لا ده من 15/7 الطلبة، احنا فاتحين موقع. طيب. الموقع من 15/7 ومعالي الوزير الدكتور ايمن عاشور مده ليوم الخميس 3/8 لاعطاء فرصة اكبر للطلبة. عظيم. في التقدم لاختبارات القدرات. انا عايز بس استفسر عن حاجة انا مش فاهمها، هل الاختبارات دي بتتم قبل نتيجة الثانوية العامة ومعرفة الكلية اللي هو خلاص هيدخلها، ولا بعد ما خلاص يؤدي التنسيق يكون نزل وعرف هو يدخل اي كليه وبالتالي يبدا يدخل اختبارات؟ اختبارات القدرات في تخصصات معينه، الكليات التي تحتاج مهارات. زي كليات الفنون الجميله، الفنون التطبيقيه، التربيه الرياضيه، التربيه الموسيقيه، التربيه الفنيه، الكليات دي بتحتاج مهارات معينه. فالطالب لازم يكون اجتاز الاختبار فيها. حتى الطالب وبعدين برضو انا بنصح الطلبه، احنا قدامنا اسبوع اللي عندي زي النهارده، الطلبه اللي هو نفسه يقدر كلها اونلاين برضو يا استاذ سيد؟ لا، هو بيخش يسجل على موقع التنسيق الالكتروني. والموقع نفسه بيحدد له اليوم والكليه اللي هو يمتحن فيها القدرات. فانا برضو يعني قدامنا اسبوع، لو طالب عاوز يقدر يسجل في اي اختبار من القدرات دي ما يترددش، لان احنا بعد ما نقفل الموقع لاختبار القدرات ما بنفتحوش تاني، لان اختبارات القدرات بتبقى مره واحده. فمن خلال البرنامج لو اي طالب حتى كان مسافر كان في مصر يقدر يسجل في اختبار القدرات ان شاء الله باذن الله. كل الشكر ليك طبعا استاذ السيد عطا المشرف على مكتب التنسيق، تنسيق القبول بالجامعات الحكوميه والمعاهد.